واحد بيقول أريد أن أعرف كيف يكون الشيء الذي يحدث في حياتي هو بسماح من الله أم لا، وهل كل شيء كما يقولون نصيب وبسماح من الله حتى لو كانت تجربة صعبة؟ إذا كانت تجربة صعبة لكن في احتمالك تبقى من ممكن ربنا يوافق عليها. ربنا لا يجربك فوق ما تطيق، وإذا جات لك تجربة صعبة ما تتعبش، خليك شديد وقول يا رب خليك معايا في التجربة دي وانقذني منها وخليها للخير. وفي كل تجربة تجيلك حط أمامك ثلاث نقط. أنا أفتكر قلت الحكاية دي من زمان. أول حاجة تقول كله للخير. تقول إيه؟ كله للخير، يعني التجربة دي مصيرها للخير، كله للخير. وتاني حاجة تقول مصيرها تنتهي، يعني ما فيش تجربة إيه؟ تقعد على طول. وتالت حاجة تقول ربنا موجود في التجربة، ربنا موجود ويحولها ربنا للخير ومصيرها تنتهي. ما فيش تجربة بتقعد طول العمر. وخليك شديد وقوي.